لو محمود مش عاوز يلا يلا هو مش لا لا محمود مش هيتضايق لا محمود مش هيتضايق هروح النقطه اللي بعديها اشبع وخلص لا محمود اتكلم محمود اتكلم على على الجول محمود اتكلم على الجول تعال اقول لك هو ايه سبب الجول بقى من الناحيه الهجوميه مش من الضغط من الناحيه الهجوميه هات لي اللقطه بتاعه الجول قصه الجول اصل القصه القصه فين هو جاب حسين الشحات على الخط في التوقف في الدقيقه 15 ما كانش كول الجبريك كان واقف توقف بص على اشاره المترجم هيقول لي ايه لحسين هيقول له روح انت واقف ليه على ناحيه الشمال بس روح ناحيه اليمين واوريك ايه اللي هيحصل بعد الاشاره دي على طول بص ركز على ايد خالد الجوادي وهو بيكلم حسين الشحات بص ايده بص بيقول له ايه روح ادخل جوه الملعب وروح ناحيه اليمين هو حسين كان طول الوقت ناحيه الشمال وامام ملتزم انه في العمق بعد اللقطه دي بص كام كوره للاهلي سببها ان حسين ابتدى يدخل انسايد جوه الملعب ادي الاولى كره الجون حسين موجود انسايد هيبتدي يروح زي ما الراجل قال له ناحيه اليمين يهاجم المساحه وبعديها هتدخل والانطلاقه بتاعه طاهر والخداع اللي عمله محمود مرعي والجول هات اللي بعده مش هركز على الجول هات اللي بعده على طول بص يا كريم حسين فين بقى في نص الملعب بقى بلاي ميكر صريح وابتدى يتحرك مش ملتزم بالثبات اللي كان واخده في اول الماتش انه يفضل فاتح الملعب ناحيه الشمال يلا هاتها وهات اللي بعديها على طول اللعبه اللي بعديها اللي جابها محمود والثالثه والرابعه بنفس الشكل حسين فين حسين بلاي ميكر في وسط الملعب هدف كان هيبقى شكله حلو قوي ليه لان حسين خد التعليمات بصمه الراجل روح جوه ما تفضلش واقف له على الطرف ادخل جوه الملعب علشان انت خطورتك كلها في الصناعه اللي بعديها حسين فين الكره اللي كان عليها جدل كبير حسين في عمق الملعب واقف في زون 14 عشان يعمل الخطوره اللي بعديها على طول عشان الوقت اللي بعديها على طول هتلاقي ان حسين يا كريم داخل برضو انسايد وهو اللي بيعمل الخطوره انسايد فالجول لحسين لطاهر لوسام لكن قبل كل دول زي كل اللقطات اللي معانا مارسيل كولر طبعا